هروح لحضراتكم لحاجة تانية ونقف معاكم عند الخارج، ماذا يقول عنا الخارج، الأجانب بيكتبوا عننا إيه. نقف معاكم عند حاجة دي خاصة لينا واشتغلنا عليها وترجمناها، دراسة إيطالية بتستشرف معالم مصر المستقبل خلال الفترة الرئاسية الثانية المقبلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نشوف معاكم المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية نشر سلسلة تقارير تحليلية في شكل دراسة متكاملة عن مستقبل مصر خلال السنوات اللي جاية والفرص والتحديات اللي هتواجه مصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة. وطبعا محدش، معظم الناس ما التفتتش او محدش في الاعلام المصري التفت لهذا التقرير. طبعا احنا بنطرحه مع حضراتكم مجموعه من التقارير والتحاليل المهمه جدا، بتتكلم بقى عن ايه؟ بترصد مجمل الاوضاع في مصر، مجمل الاوضاع السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه والناحيه الامنيه طبعا والثقافيه. بتروح كمان لدور مصر الخارجي وبترصد علاقات مصر الخارجية، ومركزين قوي في الملف الليبي وحاطين شكل وتصور وقراءة لعلاقات مصر الخارجية ودور مصر في الملف الليبي. التقارير دي بتقول ايه؟ بتقول ان مصر هتفضل دولة مستقرة تخطو مزيد من الخطوات نحو بناء قوتها، وانه مش هيحصل تغيير قوي بسبب الانتخابات الرئاسية غير انه تغيير هيكون للأفضل. واتكلموا طبعا في تقريرهم عن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتصاعدة بسبب الملفات اللي فتحت في مصر وبسبب ضرب الفساد في مصر وبسبب العلاقات الخارجية لمصر وبسبب الملف الاقتصادي والتحسن والثبات الاقتصادي اللي بيحصل في مصر. طبعا هذا التقرير كمان اتكلم عن رصد للمصالح المصرية الإيطالية المشتركة خاصة في الشق الاقتصادي. معنا تفاصيل كتير. طبعا واحد كمان من التقارير دي اتكلم عن تحليل لخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة واحد من التقارير والأبحاث والدراسات اللي اتعملت دراسة شاملة ومهمة، ان انت تعمل دراسة لواقع دولة بحجم مصر، فتعمل هذا الرصد لكل التفاصيل الصغيرة ثقافية وأمنية واقتصادية واجتماعية والسياسية وعلاقات خارجية، تحليل لخطابات رئيس الدولة، كل التفاصيل دي تكون موجودة في تقرير، فهو تقرير شامل وقوي جدا احنا بنختص حضراتكم بيه. خلينا ناخد مع حضراتكم وقفة أكتر وأبعاد أكتر مع الدكتور عاطف سعداوي أستاذ السياسات العامة بمعهد وودرو ويلسون الدولي للباحثين بواشنطن سابقا والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عاطف صباح الفل. صباح الخير. اطلعت سيادتك على التقرير الصادر من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية؟ بكل تأكيد نعم. طيب أخذ مع حضرتك بقى وقفة بتفاصيل أكتر من اللي أنا قلتها في مقدمة الخبر. بكل تأكيد، يعني أنا اطلعت على التقرير وفي الحقيقة تقرير شامل، يعني هو تطرق لكل الأوضاع، سواء الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع السياسية أو حتى رؤيته لما بعد الانتخابات. يعني كان الملفت للنظر فيه إنه هو يعني حتى في ذكره للعلاقات المصرية الإيطالية رجح موضوع العلاقات الاقتصادية، إن العلاقات الاقتصادية القوية والمصالح الاقتصادية القوية اللي بين مصر وبين إيطاليا كانت هي العامل الرئيسي اللي أدى لعودة العلاقات بين البلدين ولإعادة إيطاليا لسفيرها لمصر، رغم أن موضوع أزمة ريجيني لم يحل نهائيا بين البلدين، وفكرة أن مصر بقت تمثل مصالح رئيسية مهمة لإيطاليا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع الغاز اللي بدأ يظهر في شرق المتوسط، وفكرة أن وجود في مصالح كبيرة لإيطاليا في موضوع الغاز ده. احنا بنتكلم كمان على موضوع ليبيا والتنافس على ليبيا، وان مصر في علاقتها مع دول كتير وتحديدا في إيطاليا لعبت ورقة ليبيا بشكل ممتاز جدا، فده كان حس كبير لإيطاليا انها تعيد علاقتها مع مصر حتى في ظل استمرار الأزمة. الملفت كمان كان في التقرير انه قدم يعني في عمل جرده لاربع سنين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم فكره الامن والاستقرار على اي عوامل ثاني، وبالتالي كمان كان ده توقعه لفتره ما بعد الانتخابات اللي جايه. قال ان في تحديات، لكن هو توقع برضه التحديات دي يتم التغلب عليها، لانه هيظل موضوع الامن والاستقرار هو اصبح هو المسيطر الان على فكرة عدد كبير جدا من الصحفيين او من الباحثين، انه فكرة استعادة الدولة هي الاولوية قبل اي شيء اخر.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عاطف سعداوي، أستاذ السياسات العامة والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. ودورنا إن احنا نشوف الناس بره برضو بتقول علينا إيه وبترصد حالنا إزاي، إن كان عندنا تقصير في رصد الأحوال من القائمين على أو أصحاب الخبرة في الملفات السياسية والأبعاد الاستراتيجية والملفات الاقتصادية وغيرها، في إن احنا نعمل مثل هذه الدراسة الشاملة المتكاملة، فالعالم بره بيعمل عننا دراسة. دولة بحجم إيطاليا ولها هذا الثقل، وإيطاليا دولة قوية اقتصاديا، وإيطاليا دولة مش قليلة، فلما يكون في دراسة بهذا الحجم عنك في دولة مثل إيطاليا وإنها تتكلم عنك وتعمل دراسة للواقع بتاعك كله حاليا وتقول لك إن أنت في السنوات اللي جاية بناس خبيرة بقى عندهم، يعني القائم على الدراسة مجموعة من الباحثين سياسيين، اقتصاد، أمن، ثقافة، اجتماع، علماء اجتماع، ناس متخصصة في دراسات المجتمعات العربية والمجتمع المصري، شايفين معاك الصورة دلوقتي، بيقول لك الواقع بتاعك دلوقتي كذا، لكن خلال الأربع سنين بقى اللي جايين حضرتك رايح كمواطن مصري للاتجاه كذا وكذا وكذا. دراسة قوية جدا، احنا ترجمنا الدراسة دي وان شاء الله هتكون موجودة على صفحة صباح دريم، بدعو حضراتكم للاطلاع عليها، وان انتوا تشوفوا الناس بره شايفانا ازاي، وان احنا نشوف الناس اللي هنا اللي بتقول لحضرتك والناس اللي قاعدة بره تنظر علينا وتقول حضرتك عندك بقى مشاكل وده انت مش هتقوم تاني وده انت الاقتصاد بتاعك معرفش ايه وده انت كل الكلام، هذه ترهات، كل الكلام ده كلام فاضي. شوفوا الناس اللي بتفهم، اصحاب العلم والخبره والابعاد وطبعا الناس دي مش يعني مش هنقول مش مهتمين خالص ان احنا هنقول عليهم ايه في مصر، هم عاملين الدراسه دي كشق بحثي خاص بيهم بيقدموها للمجتمع بتاعهم هناك، وبيهتم بيها من يهتم من العالم، هو مش مهتم ان احنا هنطلع نتكلم عنه، فهو عامل الدراسه بكل موضوعيه ومرونه وشفافيه ووضوح. الدراسه بتقول ان مستقبل مصر في السنوات اللي جايه من ناحيه الاقتصاديه هيكون مستقبل جيد جدا، وهيكون فيه ثبات وتحسن اقتصادي جيد جدا، وهيكون العملة الأجنبية هتكون هتنخفض أمام العملة المصرية، والقوة الشرائية للجنيه هتزيد، وبيتكلم عن نسب التضخم هتقل جدا، بيتكلم عن ودي متخصصين بقى في الاقتصاد العالمي عاملينها عندهم، بيتكلموا أيضا عن أن أنت هيكون عندك تحسن اقتصادي في كل المجالات، هيكون عندك فرص عمل كبيرة، هيكون عندك أسواق تجارية مفتوحة في الخارج كبيرة، هيكون عندك علاقات دولية أفضل في ملف العلاقات الدولية، ورصد لك بداية العلاقات الدولية مصر اتغيرت ازاي، ومصر انفتحت على الصين وعلى كذا وعلى كذا، وصولا بيقول لك انت في ملف العلاقات الدولية بسياستك اللي انت ماشي عليها دي هتوصل لفين، تحسن في كل الامور. ملف الغاز طبعا راصدينه بشكل كبير جدا، متكلمين عن تنقيب الغاز، متكلمين عن ان انت هيكون عندك اكتشافات، وبالتالي الاكتشافات دي هتوصل بيك لنقطة تانية ان انت هتكون مركز للطاقة في المنطقة المتوسطية اللي احنا فيها، واخديننا لأكتر من ملف، واخدين ملف الأمني وملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب، ورصدين لك من بداية ما مصر كانت بتعاني أشد المعاناة في ملف الإرهاب، ورصدين تحذير مصر للخارج في ملف الإرهاب، وإن احنا محتاجين كدول العالم تلتف وتتكاتف لأن الإرهاب هيطالهم، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الكلام ده في أكتر من مناسبة، حتى طال الإرهاب الجميع وأقوى الدول طالها الإرهاب، ورصدين حضرتك بعد العمليات اللي بتقوم بيها دلوقتي هتكون فين في ملف الأمني وملف الإرهاب، رصدين التسليح اللي تم الإعلان عنه فقط لأن احنا مش بيعلن عن كل حاجة بتحصل في القوات المسلحة المصرية، رصدين الملفات اللي حضرتك بتتحرك بيها بأجهزة المخابرات جهاز المخابرات العامة المصري ومخابرات الحربية وغيرها من أجهزة الأمن المصرية اللي احنا ما بنشوفش شغلها لكن بنحس بالنتائج، ما بتشوفش مجهودها شكله ايه لكن بتستشعر النتيجة، في ملفات زي الملف الليبي، الملفات العربية، الملف السوداني وغيره، هتلاقوا حضراتكم رصد دقيق جدا جوه الدراسة دي بيقول ان احنا الخلاصة بقى واقفين على أرض صلبة وأرض قوية جدا وأرض متماسكة جدا، وإن المستقبل بتاعنا اللي جاي إن شاء الله رايح لاتجاه رائع جدا، واتجاه هيكون فيه تسهيل على المواطن المصري في حياته بشكل أفضل، حتى الطرق والمواصلات وكل ده مرصود الثقافة والحالة الثقافية، وراصد الخطوات اللي اتخذتها مصر في ملف الثقافة، دراسة ثرية جدا بدعو حضراتكم لقراءتها، وصدرة عشان الناس اللي هتعمل بحث المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.
اعملوا بحث هتلاقوها موجودة بالانجليزي وبالايطالي، واحنا هننزلها بالعربي ان شاء الله هتكون على صفحتنا. دراسة من الدراسات اللي فيها ابعاد واقعية وحقيقية، وبرضو الواقع اللي هم حاطينه في النهاية هو تصور، لكن طبعا الواقع بالتأكيد إن شاء الله بالمعطيات اللي عندنا بيقول إن احنا هنكون أفضل من كده كمان بإذن الله. دي كانت الحدث أو الدراسة المهمة والأبرز معنا النهاردة، ونروح مع حضراتكم من الواقع ومن